بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أبناء الطلبة في مراجعة الصف الرابع الأسبوع الأول، الفصل الدراسي الثاني، مدرسة الأندلس الابتدائية لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. سنتحدث فيها عن أهم النقاط التي تم مناقشتها أثناء الأسبوع الأول. بدأنا بالوحدة الأولى بعنوان الدرس الأول بعنوان عالمنا المتصل. في عالمنا المتصل في الدرس الأول تحدثنا عن عدة نقاط، عن كيفية استخدام محركات البحث، عن كيفية إضافة الموقع للمواقع المفضلة، ثالثا كيف نتعرف على أدوات المتصفح الويب الرئيسي. أولا نتحدث عن النقطة الأولى، كيفية استخدام محركات البحث. من فضلك افتح الكتاب صفحة 10. محركات البحث، يمكن استخدام محركات بحث مختلفة، لكن أشهر تلك المحركات هو محرك جوجل. كيف يمكن استخدام محرك البحث؟ راقب معي. أولا أضغط على علامة ستارت لأبحث عن المتصفح الذي أريد فتحه. ثانيا أبحث عن متصفح وليكن جوجل كروم أو جوجل إيدج. سأفتح المتصفح ولكن جوجل كروم وأبحث عن موقع جوجل. بعد أن أفتح موقع جوجل www.google.com أفتحه، يقوم المتصفح بفتح صفحة جوجل إلي. بعد أن يفتح متصفح جوجل يمكنني البحث عن الشيء الذي أريده، فليكن أريد أن أشاهد أقرأ جريدة الشرق القطرية، فيمكنني البحث فيها بسهولة باستخدام محرك البحث. يقوم محرك البحث بتصنيف أهم الأشياء أو أهم المواقع أو أهم صفحات الإنترنت التي تناسب الكلمة المدخلة له. فعند كتابة الشرق القطرية فإنه يأتي بجميع النتائج التي تحتوي على تلك الكلمة. ويمكن ملاحظة أن كلمة جريدة الشرق في البداية، يمكن أضغط بها هكذا وأقوم بتصفحها، وبالتالي من السهولة استخدام محرك البحث. فقط ابدأ قائمة الستارت، بعد ذلك قم بكتابة ما تريد أن تبحث عنه، بعد ذلك حاول أن تقرأ النتائج المعطى. الشيء الثاني الذي تحدثنا عنه هو كيفية إضافة موقعك إلى المواقع المفضلة. الموقع المفضل هو الموقع الذي تقوم بفتحه بصفة دورية، لا تريد أن تبحث عنه أو تكتبه مرات عديدة. فكيف يمكن إضافته بحيث يمكنك فتحه بطريقة مباشرة؟ يمكن وضع ذلك عن طريق الضغط على زر النجمة. عند الضغط على زر النجمة هكذا نقوم بإضافته، واختيار Add Bookmark واختيار مثلا الصفحة الرئيسية كما هو. يمكن أن أكتب فقط الشرق ثم نضغط Done، تم حفظه في المواقع المفضلة. نتخيل أننا فتحنا علامة تبويب جديدة وأغلقنا القديم وكتبنا الشرق. ماذا نلاحظ هنا؟ هل لاحظت معي شيئا عزيز الطالب؟ نعم، حين كتبت كلمة الشرق قام مباشرة بفتح الموقع الذي يتحدث عنه هكذا. فحين تسجل الموقع باسم معين يمكنك أن تذهب إليه مباشرة دون البحث عنه. وبالتالي تحدثنا عن محركات البحث وتحدثنا عن المواقع المفضلة. الشيء الثالث نريد أن نتحدث عنه عزيز الطالب، تحدثنا عن المواقع المفضلة، أحسنت. ما الشيء الذي نريد أن نتحدث عنه أيضا؟ كيف نترجم النصوص عبر شبكة الإنترنت؟ يمكننا ترجمة النصوص عبر شبكة الإنترنت باستخدام ما يسمى جوجل ترانسليت. تقوم جوجل ترانسليت بالترجمة من لغة إلى أخرى، حيث هي خدمة مجانية من إنتاج شركة جوجل تسمح لنا بالترجمة من لغة إلى أخرى. فليكن أن لدي مقال باللغة العربية يتحدث عن المشروعات التنموية في جمال قطر. يمكننا أن نأخذ هذا النص باللغة العربية ثم نضغط كوبي أو لصق نسخ عفوا، ثم نقوم بكتابة ترجمة جوجل أو ترانسليت جوجل. ترانسليت جوجل دوت كوم ستأتي لي بنافذة، يمكننا أن أضع هنا المقال
ثم اختيار اللغة الذي أريد التحويل إليه، أريد باللغة الإنجليزية، فستحول المقال من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وبالتالي يمكنني ترجمة النصوص باستخدام جوجل ترانسليت. الشيء التالي الذي نريد أن نتحدث عنه هو أدوات التواصل. إذا أردنا أن نتواصل مع أصدقائنا فنحن نستخدم كثيرا من التقنيات عبر شبكة الإنترنت. ماذا يمكن أن نستخدم؟ نريد أن نعرف الفرق بين التواصل المتزامنة وغير المتزامنة، نريد أن نتعلم على أمثلة عليهم، نريد أن نتعلم بعض القواعد التي يجب اتباعها أثناء المكالمات الفيديو أو الصوت. أولا نريد أن نفرق بين أدوات التواصل المتزامنة غير المتزامنة. أدوات التواصل المتزامنة هي أدوات تسمح بوجود المرسل والمستقبل في نفس الوقت، مثل أن تحدث صديقك في التليفون، فإذا حدثت خاطبت زميلك في التليفون لا تستطيع وقتها، يجب أن ترد على زميلك في نفس الوقت، صح؟ مثل المكالمات التليفونية. أما أدوات التواصل غير المتزامنة هي أدوات لا تستوجب أن يكون المتصل والمرسل والمستقبل موجودون في نفس الوقت، فيمكن أن يكون أحدهم بعيد عن الآخر، فلا يحتاج المرسل أو المستقبل أن يكون متصلين في نفس الوقت، مثل أن ترسل رسالة عبر تطبيق الواتساب، فلا يستوجب أن أكون أنا وأنت موجودون في نفس الوقت، صحيح؟ نريد أن نتحدث على أمثلة على تلك البرامج، أن نعدد أمثلة على البرامج وأدوات التواصل المتزامن وغير المتزامن، الكتاب صفحة 29، مثل فلنرى سويا، هناك الفيسبوك ماسنجر، هناك الواتساب، هناك السكايب. إذا لاحظنا كل هذه تستخدم أمثلة لبرامج المراسلات الفورية. الفرق الوحيد بين تلك الوسائل هي أن الفيسبوك ماسنجر يحتاج أن يكون لديك حساب على شبكة الفيسبوك. الواتساب لا يستوجب ذلك، لكن يجب أن يكون هناك رقم هاتف، والسكايب لا يستوجب رقم الهاتف. أما المجانية ومكالمات الصوت والفيديو وإرسال رسائل نصية وإرسال رموز تعبيرية وإرسال ملفات ويعمل على التطبيقات في عدة أجهزة ومكالمات الفيديو، كل هذا هو واحد في جميع تلك البرامج. أخيرا ننتقل للإرشادات. من الإرشادات التي يجب اتباعها أثناء استخدام تطبيقات المراسلة ومكالمات الفيديو والصوت؟ القواعد التي يجب اتباعها: أولاً، يجب أن لا نترك بياناتنا الشخصية متوفرة للجميع في الفضاء الإلكتروني. ثانياً، يجب أن نقوم بإضافة الأشخاص الذين نعرفهم فقط. ثالثاً، يجب أن لا نشارك بياناتنا الشخصية مع الغرباء. ورابعاً، يجب أن نتحدث إلى والدينا أو من ينوب عنا قبل استخدام هذه التطبيقات، وأن نبلغهم فوراً إذا تعرضنا أي موقف يشعرنا بالإنزعاج أو القلق. وبهذا تكون قد انتهت مراجعة الأسبوع الأول لمادة الحوسبة، هذا للصف الرابع، هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.